تمسكتش حركة تمسكتش اللي كانت لا تسكت. أشوفي مسكتش، دارت واحد المبادرة، لأن علاش القانون خرج بقى 6 شهور، عطاه المشرع 6 شهور باش يتنفذ. من المفروض تكون مواكبة إعلامية من طرف الإعلام الرسمي، مواكبة إعلامية باش الناس يعاوا يعرفوا بأنه اللي تحرش بشي وحدة في الشارع لفظيا أو بالفعل راه غادي يتعاقب، راه ولات جريمة. ما كانش هاد المواكبة الإعلامية، ما سكتش نقص باش دير هاد الخدمة ديالها. أنا سألت السفارة اللي وضعين عليها صداع، راه تجربة عالمية، راه المكسيك داروا السفارة، هي غير وسيلة رمزية من أجل قوليلة، من أجل كسر حاجز الصمت. بزاف النساء ما تيقدروش يقولوا راه تحرش بيا فلان، ولا تعرض تحرش، ولا ضايقني فلان. إذا داروا لها العملية السهلة، صفري باش الناس اللي حداك اللي ممكن يعينوا واقع التحرش أو أسلوب ديال الاحتجاج، أسلوب ديال قول لا، أسلوب ديال كسر حاجز الصمت. أنا مع مساكتاش، أنا معاهم، ويمكن يكون إلا معاهم ومع معاقبة المتحرشين، لأنه ما بقاش سال الوقت ديال الراجل اللي يخرج في الشارع ويعتبر الشارع ملك له. سالينا الشارع ملك للجميع. شكرا على الرجل، برافو عليك.